بعمركم سألتوا نفسكم كيف صار شكل توم وجيري لما صاروا كبار وشياب؟ حرفيا بس تعرفوا كيف صار شكلهم لما صاروا كبار راح تحزنوا كتير. هذا الفيديو راح احكي بعض المعلومات عن مسلسل توم وجيري. اغلبنا لما كنا صغار او لحد الان عم نحضر مسلسل توم وجيري، راح احكي بعض المعلومات عن هذا المسلسل. فقبل ما اذكر المعلومات بدي اتحداكم تحدي كتير صعب انه تعملوا لايك واشتراك بهذا المكان باليد، لانه فقط 1% في العالم كله بيقدر يعمل هي الحركة، وبالاخص انه تفعل جرس الاشعارات بقناتي لانه اصعب شيء. كمان بدي اياك ترسل هذا الفيديو لاهلك وقرايبينك واحبابك وتحداهم انه يعملوا نفس الشيء، واذا زبطت معك اكتب لي. كمان قبل ما انسى بدي اتشكركم كلياتكم لانه بفضل الله ثم بفضلكم خلال كم شهر فقط بقناتي صار عندي اكثر من 300,000 مشترك ولله الحمد، لانه من لا يشكر الناس لا يشكر الله. هلأ بدي اياكم تكسبوا الصلاة على النبي وبسم الله نبلش. مسلسل توم وجيري الاكثر انتشارا ومشاهدة في العالم، لانه من اقدم واجمل مسلسلات الكرتونية. تم انتاج اول حلقة من المسلسل بعام 1940 حتى عام 1967 وبعدد حلقات 162 حلقة، بالاضافة الى حلقتين جداد، والحلقتين كانوا بسنة 2001 وبسنة 2005، وكانت آخر حلقة من المسلسل بسنة 2005، والسبب بتوقف عرض الحلقات هو وفاة كاتب المسلسل. أكيد أغلبكم حزن على هذا الخبر لأنه قضينا طفولتنا ونحن عم نحضر هذا المسلسل. للأسف تم عرض آخر حلقة من المسلسل إنه توم وجيري صاروا كبار وشياب، فهلأ احتمال بس تشوفوا كيف صار شكلهم احتمال تحزنوا كتير وكمان تبكوا. فهلأ رح فرجيكم كيف صار شكلهم. أربطوا الأحزمة جاهزين، 3 2 1. هدول. فهلأ بدي أسألكم بعد ما شفتوا الصور بكيتوا ولا لا؟ اكتبولي، وأكتر كومنت بيجيب لايكات فرح أثبت الكومنت تبعه.